يسعد اوقاتكم مره ثانيه بفقرتنا الطبيه. لليوم رح نضوي في عالم طب الاسنان وتقنياته الحديثه على التبييض وانواعه والحالات يلي بيكون فيها غير فعال. كل هالتفاصيل واكثر رح يخبرنا عنها الدكتور محمد نور مسكجي، اختصاصي في طب الاسنان وجراحتها. صباح الخير دكتور. صباح النور يا هلا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بشكل عام الناس كثير عم تلجا بهي الايام للتبييض وكل التقنيات اللي هي بتجمل الاسنان، ولكن التبييض هو خلينا نقول الترند القديم الجديد، يعني اللي الناس ضل مستمر من زمان ولليوم، ولسه في تقنيات جديده بهذا الخصوص. خلينا نعرف بدايه تقنيه التبييض شو هي. هلا بشكل عام الابتسامه هي اكثر شيء الناس اللي بيلاحظوها فيك، فنحن بنجي لاصحاب الاسنان الصفراء او الباهته اللي ناتجه عن اسباب او عادات يوميه سيئه، اللي هي كالتدخين أو تناول الكحول أو شرب الكحول وتناول المواد المصبغة. هذول دائما بيتطلبوا لعلاج فوري وسريع، فبيجوا لعيادات الأسنان يعني بيطلبوا لحل لهي المشكلة، فنحن بننصحهم في تبييض الأسنان مع مراعاة حالة المريض، هل يا ترى بتناسبه حالة التبييض هاي ولا ما بتناسبه. تبييض الأسنان هو عبارة عن علاج لتغيير أو تفتيح لون السن الناتج مثل ما حكينا عنه عن تصبغات من الافراط في تناول الكوفيين او التدخين كالتالي. تمام. طيب وفي كثير من الناس طبيعه اسنانهم ممكن قابله للصفره اكثر من طبيعه اسنان ناس ثانيين. اوكي، اتفقنا انه ممكن نعطيه تقنيات لتبييض الاسنان. قبل ما نبلش معه بتبييض الاسنان، كيف بنهيئ الحجره الفمويه للتبييض؟ هلا نحن بشكل عام قبل علاج تبييض الاسنان نحن بنشيك على المريض على صحة الأسنان، على سلامة اللسة تبعية الأسنان، هل يا ترى فيها حساسية أو فيها احتراق أو فيها أي شيء ما بيناسب الشعاع الليزري اللي راح يطلع من الجهاز التبييض. بشكل عام التبييض ما بتناسب مع المرضى اللي في عندهم حشوات أمامية، لأن الضوء الليزري لما بده يعطي شعاع على الاسنان ما راح يغير لون الحشوه، بتضل الحشوه نفس اللون، فراح يتغير لون السن المجاور. يعني صار في بالسن لونين. ايوه، فصار بالسن لونين. فهذول نحن طبعا المرضى هذول نحن ما بننصحهم ابدا بعلاج تبييض الاسنان. تمام. او اصحاب المرضى اللي في عندهم تيجان او جسور كمان اماميه، هذول كمان ما راح ينفع معهم اكيد تبييض الاسنان، لانه ما راح يلقط هذا السن او هي الحشوه، ما حتلقط له. اكيد ما راح. طيب الخطوات الاساسيه دكتور، اذا نحن عم نحكي على مريض بيقدر يعمل التبييض الليزري، شو الخطوات اللي نحن بنتبعها؟ في شيء المريض لازم يعمله قبل هذا الاجراء او لا؟ اكيد لازم. نحن بشكل عام قبل اجراء التبييض بنعمل فحص شامل للاسنان مع تنظيف الاسنان داخل المركز الطبي. بعد ذلك هو بشكل عام تبييض الاسنان هو عباره عن جهاز فيه شعاع ليزري بتوجه على الاسنان، بيجي معه مواد مبيضة. فهي نحن المواد المبيضة بندهنها على الأسنان مع مراعاة حماية اللسة. حماية اللسة، نعزل اللسة ويعني عزل اللسة مع عزل النظر. نعرف في نظارات خاصة حتى لأن العيون ما لازم تتعرض لهذا الليزر. طبعاً لأن الشعاع بيكون مو خارج شوي، بيطلع برات اللسة يعني برات الشفايف، فبيأثر على النظر. ففي نظارات مخصصة بتعزل. حتى الطبيب يمكن بيوضع هاي النظارات أيضاً. طبيب والمريض لازم يكونوا. أكيد الطبيب والمريض. طيب دكتور، اليوم في عنا أسنان إلى حالة خاصة مثل ما ذكرت حضرتك، يعني إن كان حشوات أمامية وإن كان جسور ما كتير منفضل طبيب ليزر، منروح لتقنيات تانية. في اسنان معالجه لبيا يعني مسحوبه عصب او متموت العصب فيها، هدول كمان بيستفيدوا بالتبييض؟ هدول بيستفيدوا بالتبييض اكيد، ما عندنا مشاكل. ما عندنا مشاكل طبعا. طيب شو التقنيات المختلفه للتبييض غير التبييض الليزري؟ شو عندنا تقنيات؟ في عندك كمان تبييض المنزلي. هو بيجي نوعين، التبييض اللي بيكون في المراكز الطبيه والتبييض المنزلي. هلا التبييض المنزلي يعني بيكون عندنا تقنيه، هي بيجي الطبيب بياخذ طوابع او بياخذ قوالب يعني. ايوه بياخذ قوالب على مقاس الاسنان كامله وبنعطيه معهم الماده المبيضه. تيوبات هي بتجي تيوبات. ايه، فالمريض نحن بننصحه دائما اني قبل النوم بيستخدمها، اي فرش اسنانه بعدين يضع الماده المبيضه ويركب التيوب لمده ساعه. اكيد قبل ما ينام. يشيله. انا هذا كان بدي اسالك عنه دكتور، في كثير عالم استخدموا عفوا هي التقنيات بشكل خاطئ، يعني مثلا استخدموا التبييض المنزلي ولكن يمكن تكون
درجة التبييض خلينا نقول ممكن تكون عالية أو المادة تكون تركيزها شوي عالي ويحطوها مثلا يناموا لهم 6-7 ساعات يفيقوا بقى أسنانهم عم تلمع طبعا هي بتعمل حساسية للأسنان هي رح تعمل لك أكيد حساسية للأسنان لأني أنت عبد هذا الجل الموجود على الأسنان كمان فيه يعني فيه مواد بتعمل حساسية خاصة إذا كانت طبقة المينا للأسنان تكون يعني فيها رقة تمام طيب خلينا نرجع شوي للتبييض الليزري دكتور هو خلينا نقول درجة التبييض فيه بتطلع شوي قوية طبعا أكيد دكتور بيتحكم بهذا الموضوع ولكن شو المطلوب بعد هذا الإجراء يعني بعد ما يكون صار في تبييض الليزري شو مطلوبه من المريض بعد هذا الإجراء هلا المطلوب من المريض بشكل عام أن يتجنب التدخين يتجنب التناول او شرب المواد المصبغه اللي هي الكافيين او تناول مثلا الحلويات لان هذا كله بيعمل له تاثير وحساسيه صبغيات لونيه طبعا حتى. طبعا نحن بننصحه دائما ان يعمل كمضمضه بماء دافئ او استخدام معجون اسنان عالي الفلورايد وننصحه طبعا مثل ما حكينا ان يبتعد عن التدخين هذا لابد منه ولازم يعني اكدت عده مرات دكتور التدخين فما تدخين لانه في ناس فعلا بيعملوا تبييض وبيتكلفوا وبيتعذبوا حتى بحساسيه لاسنانهم شوي بعدين بيرجعوا بيشربوا منبهات او مواد مصبغه والتدخين ما بيوقفوا ما بيستفادوا شيء يعني اكثر شيء بيقول لك انا ما بدي بيض لانه الدكتور قال لي يومين بعد التبييض ما لازم تدخن فبيستغني عن التبييض شو الاعراض الجانبيه غير الحساسيه الزائده اللي ممكن يعيش فيها المريض الاعراض الجانبيه بتصير في عنده هيجان في اللثه يعني في هجان باللسة أو بيكون عنده حروق في اللسة ناتجة عن قوة الشعاع اللي طالع من الجهاز بس بشكل عام هلا يعني الأجهزة اختلفت في بعض الأجهزة مثلا من شركة فيليبس الزوم هي صار حاليا الشعاع تبعها أني صار قليل الحساسية على اللسة عرفت كيف بس الأعراض هي كالتالي هجان اللسة احتراق في اللسة أو ظهور بقعة بيضاء على اللسة مع الحساسية الأسنان مثل ما حكينا لأني بتكون طبقة المينا شوي لمعة يعني. شوي حتى بس هذا كله مؤقت مؤقت طبعا هذا كله مؤقت تمام طيب خلينا بختام فقرتنا دكتور نوضح قديش أول شيء ممكن يستمر التبييض الليزري قديش بتضل النتيجة موجودة وكيف نقدر نحافظ عليه لأطول وقت ممكن هلا التبييض بشكل عام هو نحن نطلب أو بنعطي نصائح للمريض أن كل 6 شهور نعمل له جلسة هي عبارة عن جلسة واحدة خلال يعني ساعة الزمن بيكون المريض حصل على النتيجة اللي هو طالبها نحن بنطلب منه أن مرة كل 6 شهور يجي للمركز إذا حابب يريد يعيد التبييض مع مراعاة هالفترة 6 شهور يريد يحافظ على تنظيف الأسنان تنظيف الأسنان والفرشاية ومع مثل ما حكينا باستخدام أني معاجين أسنان مخصصة للتبييض وتكون عالية الفلوريد هذا أوكي يعني بنتمنى الصحة والسلامة لكل المشاهدين عم يتابعونا وإشراقة الابتسامة اللي تضل مرافقتهم أهلا وسهلا فيك دكتور الله يسلمك